اسمك ايه بقى؟ قول لنا. مصطفى يا باشا. مصطفى ابو جنى. مصطفى ابو جنى. ايس كريم. ايس كريم. بالك قد ايه في الليله دي يا عم؟ بقالي سنتين. بس قول لي بقى انت بتعملها ازاي؟ تعالى كده وريني. آه. كده ازاي؟ بتعملها ازاي؟ سكر وفراوله ونشا بس ولبن طبيعي. لبن طبيعي. اه يلا ونبي يا عم. الاطفال لك الدواء. اه لك الدواء احنا على السين. ماشي. الواحده بكام؟ بكام؟ 3 جنيه 4 جنيه 2 جنيه. طب لو حد جالك ما معهوش 2 جنيه او 10 بديله لله برضه. ما زعلش حد يا باشا. ايه الفرق بين الزراعة والجلاموكا والايس كريم؟ فرق الصنعة. ده طبيعي في بودرة. العربية دي بتلف قد ايه بقى في اليوم؟ قول لي كده احكي لنا كده على يوم. بتطلع الساعة كام؟ بطلع من الدور لحد 12 بالليل. من الدور لحد 12 بالليل تفضل تلف؟ اه والله العظيم. والله هنا في وسط البلد ولا؟ لا هنا وبرمسيس والعتبة. وبرمسيس عندك ليك زباين؟ اه طبعا وعارفينك. اه الحاجة دي انت هو النهارده لسه في حاجة ب 3 جنيه. طب اقول الناس ما معهاش. الناس ما معهاش. الناس ما معهاش، ما ينفعش اقول عدالة. رغم انك انت بتكلف الحاجة بتكلفة كبيرة. اه طبعا. فانت ما بتستخسرش مثلا 3 جنيه. ما ينفعش ازعل حد. اه. ما ينفعش ازعل حد. ما ينفعش ازعل حد. عشان ما معهوش الا هم طبعا. عندك اولاد؟ عندي بنتين، عندي جن ورمى. ما شاء الله. سنة كام بقى بتعليم؟ عندي اعدادي. ما شاء الله. تاني اعدادي وخمسة. تترضى؟ الحمد لله. يعني بتروح كده بتلاقي نفسك الحمد لله الدنيا مظبوطه بتدفع دروس العيال الحمد لله مستوره. اخبار اللحمه معاك ايه؟ لا اللحمه مش هاكل لحمه. ليه كده؟ الليله دي انت امتهنتها بعد مثلا انت بتقول سنتين انت كنت شغال حاجه قبل كده؟ شغال بسكوسه. شغال بسكوسه. ايه الفرق طيب مع ان ما شاء الله ده ليه ناسه واكيله وده ليه ناسه؟ اه طبعا. اه ايه الفرق ما بين الاثنين؟ فرق دي نار بقى وغاز ودنيا وبليله و... التكلفة يعني؟ اه وعلب ودنيا دنيا ولا اسهل؟ ولا الحد اتغير؟ دي اسهل. دي اسهل. ولا الناس ممكن تكون مثلا زهقت بقى من فكرة الأكل والكلام ده؟ لا بنغير بنغير. اتغير طبعا. اه في الصيف شغال كده. كنت لسه هقول لك هو الصيف والشتاء انت شغال ايس كريم ولا ده؟ لا صيف بس. صيف بس. على حسب الموسم يعني. حسب الموسم.